إذا مشاهدينا الكرام، كانت هذه هي النجمة التي نبدأ بها لقاء اليوم. نعم، من معي على الهاتف؟ أيوة، ألو، مرحبا. السلام عليكم عليكم السلام. الأخ ظاهرة، أيوة نعم، أهلا بك. ممكن عزيز نشارة؟ أي تفضل. طبعا، الله يخليك. أهلين. بالنسبة لشاهد وتذكر، شاهد وتذكر. أيوة جميل، نبدأ إذا بشاهد وتذكر في هذه النجمة الأولى. مين هالصبية؟ هي أختي. تفضلوا يا جماعة، تفضلوا. أيوة أخي. أيوة عزيزي. إذا السؤال، اذكر المهن اللي وردت في المشهد. أيوة، صحفية. أيوة. ومدرس رياضيات. أيوة. ومحامي. ومحامي. أيوة. مرحبا، أهلا. ألو. أيوة مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن شاري؟ أيوة طبعا، تفضل. سؤال اليوبيل الفضي لو سمحت. اليوبيل الفضي، نشاهد اليوبيل الفضي مع بعض. إن شاء الله تكون مستعد كويس. شكرا لجميع الإخوة المشاهدين الذين كانوا معنا في هذا اليوم. نلتقي، نتمنى أن نلتقي غدا بالفعل. شكرا لحضراتكم وأهلا بكم.